ليس وجه الحرب صواريخ ومدافع فقط، فأن تحرق جيلا كاملا أو أن تحاول فهي الجريمة وعليها الحرب تعلن. بعد عملية الرصد وبلوغ الإشارة، آلاف أشتال الماريجوانا تم ضبطها مزروعة بالقرب من أحد المنازل في بلدة بيت لقيا غرب محافظة رام الله والبيري، تقدر بمئات آلاف الشواقل، فيما ألقت القوى الأمنية القبض على عدد من المتهمين بالقضية. تم ضبط مئات الأشتال داخل هذا المشتل، تم مصادرته بالكامل، تم التحفظ على الأشخاص اللي لهم علاقة في المشتل، وتم إحالتهم للتحقيق من أجل استكمال الإجراءات القضائية. موضوع المخدرات حرب تشن على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي مطلوب من كل الجهات ذات العلاقة، من المواطنين، من كل المؤسسات، أن تشكل دعما للشرطة. مهمة أمنية عسكرية شارك فيها جهاز الشرطة الخاصة وشرطة ضواحي القدس وشرطة المباحث والسياحة ومكافحة المخدرات. وفي ذروة العمل هنا تجددت إشارة أخرى لدى جهاز الشرطة عن رصد نحو 500 قطعة أثرية مختلفة في إحدى مناطق شمال العاصمة المحتلة. الحرب هنا على سارقي الإرث التراثي الفلسطيني والذي يعود تاريخه لآلاف السنين. تم ضبط عدد كبير من القطع الأثرية والفخارية التي تعود للعديد من العصور، وهذه نجاحات تحققها الشرطة بالتعاون مع المواطن، والذي أصبح لا يتردد في إبلاغ الشرطة عن أي تجاوز في القانون. وفي الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال أن يبقي الآثار الفلسطينية مشاعا له، تصر العصابات على أن تكون شريكا لذات المخطط الاحتلالي مقابل مبالغ زهيدة، دون الوعي بأهمية الحضارة والتاريخ الفلسطيني. رسالة الأمن والأمان أصبحت حقيقة بالميدان عبر سواعد هؤلاء الرجال، أجهزتنا الأمنية بالمرصاد. من حي أم الشرايط في مدينة البيري، علي درعلي، تلفزيون فلسطين.